السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكون كل شيء بخير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم حلوة العيد اللي هي حلوة الطبقات، بإضافة جديدة اللي غادي تكون واحد الطبقة من الفوق اللي كتكون معلكة، كتجي زوينة بزاف. نتمنى تشوفوا معايا الفيديو من الأول تال الأخير. إلا كنتوا أول مرة تشوفوا الفيديو اشتركوا مع تفعيل الجرس باش تواصلوا بالجديد ديالي. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك. ويلا للمقادير، غادي نحتاج لها جوج ديال البيضات، 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، وواحد الفانيلا، وثلاثة ديال المعالق ديال الياغورت، ما يكونوش عامرين بزاف، معالق كبار، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال السكر. انا درت نص كاس ديال السكر غير حسب التلبيه ديال الطلب ديال صحاب الدار، شويه ديال الملحه وخلاطه. غادي نحطو زوج بيضات مع كاس ديال السكر كيف ما قلت لكم، غير انا درت نص كاس، راه كتجي شويه ناقصها الحلاوه، اللي كيبغي الحلاوه يدير كاس فانيلا. وغادي نخلط شويه. بالنسبه للمقادير غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، نخلطو تنحسو ان داك السكر شويه داب، نحطو عليه نص كاس ديال الزيت. هنا حنايا ما غاديش نديرو ثلاثة ديال الطبقات، داكشي علاش نقصت شويه في المقادير. غادي نحط ثلاثة ديال المعالق ديال الياغورت، ما يكونوش عامرين بزاف، انا عاملاه بدون سكر، ثم الا كان توفر عندكم الفاني ديروا الفاني. وغادي نبدي نحط شويه ديال الدقيق في الاول مع 4 غرام ديال الخميره، الا ضعفنا المقادير نديروا 8 غرام. غادي نخلط شويه، وغادي نحيد هذا الخلاط هذا باش غادي نخلط باليدين ديالي. نبقى نحط الدقيق شويه بشويه حتى غادي نحصل عليها كيف ما كتشوفوا كتكون هكا عاد تلصق ملخوفه. غادي نقطعها على اثنين، يعني واحد غادي نخليه بواحد اللون، وواحد غادي نزيد له معلقه كبيره ديال الكاكاو المر. النصف الاول غادي نحط عليه دقيق شويه بشويه، غادي نحصل عليه بحال الصابلي بحال هكذا. والثاني غادي نحطو عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، اللي يمكن غادي تجينا هي هذيك، ولا كان خاصها شويه نزيد لها شويه ديال الدقيق. ممكن في الاول فاش تكون سائله نقسموها على زوج، حتى نديروا الكاكاو المر يعني في واحد القسمه عاد باش نزيدوا عليها الدقيق بحال هكا. من بين ورق وبلاستيك ولا زوج ديال البلاستيكات اللي كنتوفر عندنا، غادي نحلو العجينه ديالنا قد من البلاطو ديالنا ولا من الاطار. انا غادي نحطها طيب يعني في الاطار. الا كان عندكم البلاطو يعني قدها، غادي ديروا غير البلاطو وتستغناو على الاطار. غادي نعبرها في الاول باش ما تجينيش صغيره ولا كبيره بحال هكا، وغادي نحطها في الاول بلا اطار. غادي نحطها فوق من البلاطو ولا من الداخل ديال البلاطو، هو مفرش بالورق، نحيد عليها هذا الورق هذا، نقادها وغادي نحط عليها البلاطو. الا كنت شي بلاصه ما وصلهاش العجين ولا، نبقى نحيد الزوائد منها ومنها وكنسد الثقوب، وداك اللي كيشد ليا ديما كنردو الوسط وكنضغط عليه بحال هكذا. صاي غادي نعمل نفس الطريقه للعجينه البنيه اللي فيها الكاكاو المر، نحلوها حتى هي، نحلوها مزيان قد الاولى. من بعد غادي نحط عليها زوج ديال المعالق كبار ديال المربى ديال المشمش، ممكن لكم تعملوا اي كونفيتير كان عندكم ولا تفضلوه. غادي نحلها مزيان على الوجه ديال البسكويت ديالي بحال هكذا، وغادي نهز الطبقه الثانيه ديال الكاكاو المر نحطها من فوق منها، ومن الاحسن نحلوها مزيان، ما ديروش بحالي كانت شويه صغيره كتصعب شويه وتوحلك فاش كتكوني تصاوبيها بحال هكذا. وغادي ان شاء الله من بعد ما غادي نقادها ندوزو للطريقه الثانيه ولا الطبقه الثالثه اللي غادي تجي معلكه من الفوق. للمقادير غادي نحتاجو 3 ديال بياض البيض، غادي نحتاجو ربع كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الدقيق الابيض، العبار ديال كاس ديال العنبه، و100 غرام ديال الشوكولاته اللي طحنتها بحال هكا، غادي نوريكم عن قرب. تكون بحال هكا من الاحسن كتكون شويه غليظه بحال هكا باش ما تلونش لينا العجينه ديالنا ولا البياض البيض ديالنا. غادي نفصلوا البياض على الصفار لان غادي نديرو بحال موغانغ، غادي نفصلهم بثلاثه بيهم،
وغادي نجيب خلاط كهربائي. في الاول غادي نطرب شويه حتى غادي تطرغوا، وغادي نبدا نحط فيها السكر، ولكن ماشي ضربه واحده، غير مره، يعني هذا السكر هذا نقسمه حتى لستة المرات ولا سبعه او اكثر، شويه بشويه حتى غادي نطلعوا لاموغانك ديالنا كيف ما غادي تشوفوا معايا. فاش غادي نساليو السكر راه كطلع بسرعه، غادي نحصلوا على هذا المنقار ديال العصفور كيف ما كتشوفوا معايا، بحال هكذا كيتقال لينا داك البياض ديال البيض وكيولي شويه يبري. غادي نحطوا عليه نص كاس ديال الدقيق من بعد ما صفيناه، ضروري ما نصفيوه، وغادي ندخلوه غير بشويه، نحاولوا اننا ما نطيحوش بياض البيض ديالنا باش تنجح لينا الوصفه ديالنا. وبالنسبه لفاش غادي نحطها من فوق الطبقات، تحدفات ليا ما عرفتش علاش داك الفيديو ما لقيتوش. المهم غادي من بعد ما غادي نخلطها شويه، اختفى الدقيق، نحط عليها هذيك 100 غرام ديال الشوكولاتة حتى هي، نخلطها مزيان وغادي نحطها كطبقه ثالثه، ونحاول انني نقدها مزيان ما نخليلهاش شي بلاصه طالعه وبلاصه هابطه. من بعد ما طابت على درجه الحراره 180 غير من التحت حتى طابت مع الجوانب عاد باش شحلت لها من الفوق، كتشوفوا السطح ديالها مقاد مزيان، ما نخليوش واحد الجهه طالعه وحده هاوده، ضروري باش تجينا الشوكولات المتساويه، ما تجيش ما مزياناش. حطيت عليها الشوكولات، وهنا عندي شويه الشوكولات البيض اللي حطيته في واحد البلاستيك مع ثقبه صغيره، وغادي نبدي نعمل واحد الخطوط بحال هكذا، خاص تكون متقاربه باش يجينا الشكل ديالو زوين بزاف. نجيب واحد العمود ونبديو نعملو هاد العمليه هادي، كنجيبو لعندنا وكنعاودو نردو من هيه، نخليوها تبرد غير بدرجه الحراره ديال المطبخ، يعني ما ندخلوهاش المبريد باش نجيو نقطعوها ما تهرش لينا من الاحسن. يعني قبضات راسها على خاطرها بلا مبرد، انا قطعت لها جوانب، وغادي نجيب واحد السكين منشاري نبقاو نمسحوه مره على مره باش الحلوه ديالنا تجي نقيه. في الاول كنديو ردو بشكل منشاري بالسمك اللي بغينا، حتى غادي نقطعوا الشوكولات عاد باش غادي نهودوا البسكوي ديالنا. ومره اخرى غير بلاتي هنا شويه ما ساعدنيش، غادي نقربوا عند الحيط باش يقبضها ليا الحيط، بحال هكا داك القنت راه مجدود عند الحيط، وكنبدي نمشي بشكل منشاري بحال هكا باش ما يوقع لها حتى شي حاجه. غادي نعاود نمسح السكين ونعاود نقطع شويه الشوكولات بشكل منشاري، وتشوفوا هذا القنت هذا كيكون عند الحيط باش هكذا يشدها ليا، ما تبقاش تمشي وتجي وتعذبني. في الاول كنعملوا هذه العمليه غير غادي نقطعوا الشوكولات، هي غتجي لنا سهله، الطبقه الثالثه راها معلكه، وهذوك البسكوي راه ساهلين باش نقطعوهم. المهم غادي نقطعهم اشرطه بحال هكا، وغادي نبدي نقطعهم. في الاول كنوريكم كتشوفوا الطبقه تاع القرب كيفاش كتكون، كنقطعوهم على الشكل ديال الملفاي، ممكن لكم تعملوهم بشكل مربعات، المهم كيف ما بغيتوا ولا معينات. غادي نبدي نعطيهم هذا الشكل هذا، حتى غادي نكملهم كاملين ونتلاقاو في طبق تقديم ان شاء الله. حلوه الطبقات ديالنا من بعد ما وجدات بواحد الاضافه اللي هي الطبقه الثالثه، كتكون معلكه كتجي زوينه بزاف الشكل ديالها، وفي الذوق ديالها كتكون مبدله شويه على اللي مولفين كنعرفوها. بالنسبه للكونفيتير تقدروا ديروا اي نوع ديال الكونفيتير كان متوفر عندكم ولا اللي تفضلوه، كتجي رائعه، ما تخليوهاش واقفه عندكم، شاركوها مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. او ما تنساوش الا جربتوها ديروا كاس ديال السكر، ما ديروش نص كاس، انا غير حسب طلبيه ديال اهل الدار، بغاوها تكون شويه مسوسه، لهذا حطيت غير نص كاس. غادي نوريها لكم عن قرب باش تشوفوا الطبقه الثالثه اللي كتكون من الفوق، هي هذه اللي كتجي معلكه فيها داك الشوكولات، من بعد ما نطحنوه نحطوه في المبرد باش هكذا ما يطلقش لينا في لاموغانك ديالنا وتولي كامله الشوكولات. وممكننا في البلاصه ديال هذيك الشوكولات نحطو فيرميسيل نتاع الشوكولات، حتى هي كتجي زوينه غير نبردوها. نتمنى تعجبكم الوصفه، ما تخليوهاش واقفه عندكم. الا كنتو اول مره تشوفوا الفيديو ديالي اشتركوا مع تفعيل الجرس باش تواصلوا بالجديد ديالي. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك، وهنا كنفتح لكم حبه باش تشوفوا كيفاش كتكون الداخل ديالها. البسكوي كيجي رطب من داك الكونفيتير، وهذه الطبقه اللي كتجي معلكه من الفوق، يعني طبقه زوينه ومنها طريقه جديده. نحتفظوا بالحلوه ديالنا في المبرد، ما نخليوهاش على برا، يعني ماشي المجمد، ممكن نحطوها حتى في المجمد الا كان الوقت مازال،
بصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.